السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة غادي نخص الموضوع اللي هو أفضل مكان للحياة في أمريكا أو مكان للعيش في أمريكا. أولا أو عادة أحسن منطقة لأنك تتعيش فيها هي المنطقة أو المدينة أو الولاية اللي جيت لها أول نهار اللي عندك فيها شي حد، لأن هذاك الإنسان اللي استقبلك أول نهار هو اللي غادي يعاونك باش تندمج في المجتمع، باش تمشي تحصل على بينيفيت، باش دير درايفر لايسنس، باش تلقى خدمه، باش بزاف د الحوايج. يعني خصك هذيك المدينه الاولى اللي عندك فيها المعارف تحاول تقعد فيها واحد المده باش تعرف الحياه كي دايره، باش تتعلم، لان ما يمكنش تجي مثلا شهر تقعد عند هذا السيد في بوسطن مثلا وتقول انا بغيت نمشي نيويورك، لان نيويورك ثاني صعب من بوسطن، فهمتي؟ لان مدينه كبيره. ثاني حاجه ان المدينه تاكد بان المدينه اللي تجي ليها اول نهار او الولايه اللي جيتي لها اول نهار راه ما غاديش تقعد فيها. يعني مثلا جيتي لبوسطن قعدتي فيه واحد العام وعامين، ما عجبكش البرد، الجو، جيتي تزادوا عليك المصاريف، ما كاينش فرص عمل، مثلا داك السوبر مارشي اللي خدام فيه 8 دولار زادوك واحد 50 سنت او 20 سنت وما قداتش والمصاريف تتزاد، فهمتي؟ ف غادي تقلب واحد النهار انك تمشي تقلب على مدينه اخرى او ولايه اخرى. مثلا انا شخصيا مثلا انا في هذه المدينه مثلا 5 سنين، يعني بديت في السادس، فتنقلب انا نبدل. يعني انت دائما تشوف تطمح لانك الجديد تعلمتي دابا عرفتي البلاد، زيد تزيد اللي قدام، ما تبقاش ترجع للور، تزيد اللي قدام، لان الحياه تزيد اللي قدام. واحد نهار بديت تجوج، واحد نهار بيتزادوا عندك الدري، يعني المصاريف تتزادوا. ثالث حاجه نحاول ناكد عليها انه ما تفكرش في شراء بيت، ما تشريش الدار، في امريكا الا من بعد ما تقرر ان صافي هذه المدينه هي اللي بتستقر فيها، وهذه الولايه اللي بتستقر فيها، وبتنجوج وبتنقعد، فهمتي؟ فما تشريش الدار في السنة الأولى والثانية والثالثة. أنا نظريتي تسنى حتى تشد الجنسية مثلا، يقدر يكون طلع عندك امتيازات، فهمتي؟ يقدر يكون عندك امتيازات أكثر. أما أنت دابا اللي عندك الجرين كارد راه غادي عندك امتيازات، ولكن ملي تشد الجنسية تيكون عندك امتيازات أكثر، تولي مواطن أمريكي، يعني يقدر تستافد من شي حوايج اللي ما تيستافدو فيهم إلا الناس المجنسين. فالدار خليها، حاول في الأول هي تأجر، تسكن مع صاحبك او تسكن مع الدراري، او لا تجوج جبت المراه دير بارتمون تاعتك صغيره والدنيا الحيط راه هي هذه. رابعا اول حاجه تتقلب عليها ملي تبدا تقلب مثلا تنتقل او على انك تطور حياتك هو الخدمه، اللي هي الخدمه هو مصدر الرزق. فتتقلب في البلاصه اللي فيها مثلا خدمه، مثلا هنا تعطوك 8 دولار، ماشي سمعتي بان مدينه اخرى فيها 10 دولار او 9 دولار، غادي نروح اوتوماتيك هذا الحل وغادي نمشي نقلب على حاجه اخرى. الخامس حاجه اللي تنصح بها مثلا هو دائما قلب على الولايه اللي غادي ينفعك المناخ تاعها، الولايه اللي تنفعك المناخ تاعها. شخصيا انا كنقول دائما شخصيا انا عايش في هذه الولايه، حنا مع الحدود مع كندا، يعني حنا تتسمى في الميدويست حدود مع كندا. هذه الولايه بارده لواحد الدرجه ما تتصورش، يعني بحال واحد الاخ هذه بين قوسين، واحد الاخ طلبني قال لي علاش ما تتصورش على برا، لانه الفيديوهات اللي تتصور في الدار تكون ممله. اي راه ما نقدرش نصور على برا، لانه راه كاينه درجه بالسلسيوس، بالدرجه الحراره تاع حنا عندنا المغاربه راه توصل حتى ناقص 40 تحت الصفر او 50. يعني مثلا في التلفازات يقول لك غدا راه تكون واحد ناقص درجه حراره او سطور مع شي حاجه، يعني نص ساعه كتاع في الزنقه ولو انت مكبط هذاك الشيء غتقدر تموت. فلذلك راه صعيب علينا نخرج على برا ونصور فيديوهات. حنا هاد الولايه مثلا ما تيسخن الحال حتى شهر 5، دابا هذا شهر 4 راه البارح طاح الثلج، البارح طاح الثلج شهر 4، يعني بالخط الثلج تيقعد حتى شهر 5. يلا تنفرحوا مثلا 6 7 8 اللي هما شويه سخان، من بعد شهر 8 تيبدا الخريف، تيبغى الشجر تتاح الوراق تاعو، تيبدا البرد ثاني وتتبدا. فلذلك الانسان يقلب على الولايه اللي بغيت نفعو. غالبا ولايات الشمال راه باردين، وولايات الجنوب سخان، مثلا تكساس، اريزونا، جورجيا، نورث كارولاينا، هذوك بعدا شويه مقارنه مع مثلا الينوي اللي هي مدينه اللي فيها مدينه شيكاغو، او هنا مينيسورا، او نورث داكورا، او مونتانا. هاد الولايات اللي جاو في الشمال، او ميشيغان، هاد الولايات اللي جاو في الشمال شويين باردين. فيرد البال بنادم لهاد الحاجه. النقطه الاخرى اللي تتخلي الانسان انه بدا ينتقل او تقلب على افضل حياه للعيش هي اسعار الايجار الكرا. يعني مثلا في نيويورك، مشيتي نزلتي في نيويورك تتلقى مثلا البارطمون او بالخط هي اللي بيت غرفه تتلقى ب 1000 دولار، راه ما تبقاش تقبض 1000 دولار، شحال تشد انت كاع، فهمتي؟ يعني خصك تخدم 12 ساعه 14 ساعه باش بقى تخلص انت الكرا
فهمتي بعض الناس تيتجمعوا مثلا دراري تيتجمعوا دراري تي خمسه دراري سته دراري تيسكنوا في بارطمون وكاين الناس اللي ما غايبوش او كاين المغاربه الله يسمح لهم اللي على ما بيتو انا كاع اخويا يسكن معايا هذا فهمتي فمن الاحسن تمشي للبلاصه اللي فيها السكن ممكن تخدم في نيويورك اه ممكن تخدم في نيويورك ولكن تسكن خارج نيويورك مثلا تسكن في نيوجيرسي بس وتركب تمشي نيويورك هادي 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 ممكن ولكن كاين ولايات اللي مثلا تيكون الكرا رخيص مثلا ولايات الجنوب بحال تكساس وهذوك ولايات تيكون فيهم شويه رخيص كل ما تطلع لفوق كل ما تتغلى او اللي تمشي للغرب يعني مثلا كاليفورنيا اللي هي الاغلى مثلا ناحيه سميتو ناحيه الكرا تالي النقطه الاخرى اللي بغيت نخدم بها هي انه الا كنت تقلب على من بلاصه فيها الجاليه وفيها المساجد وفيها المحلات الاسلاميه ومحلات الاكل الحلال ما عليك غير بالمدن الكبرى المدن الكبرى زينه من هذه الناحيه وخايبه من ناحيه اخرى كاين الاجرام كاين ثانيا خصك تولي تفيق بكري فهمتي يعني مثلا انت عايش في ديترويت ولا عايش في نيويورك راه ما غتخدم على 7 الصباح ما غتفيقش مع 6 ونص غتفيق مع واحد 5 ونص وغتشد الصابوي يعني تنقول بحال التران تتشد باش تمشي نيويورك باش تخدم تقدر تسوق ولا في مدينه اخرى تسوق خصك تفيق بكري باش تسوق لان تشد الهاي واي كي تنقول حنا لوتوروت باش تمشي لخدمتك باش تكون في الخدمه لان هنا راه ما كاين سمحوا لي جيت معطل دوز عليك المره الاولى والثانيه والثالثه وراه واحد النهار يقول لك فاير يعني اوت الله يعاونك واحد الملحوظه اللي بغيت نخدم بها اليوم هي راه غندير عليها فيديو من بعد شنو هما احسن الولايات واحسن الولايات الاقل دائما راه ولايات تقريبا بصفه عامه ولايات الجنوب راه شويه زينين رخاص في الكرا ولايات الشمال فرص العمل قليل بحال مثلا هاد الولايه فيها انا فرص عمل قليل البرد يعني المناخ خايب ثالث حاجه وهما معروفين هاد الولايات بما يسمى بالبينيفيتس يعني المساعدات الاجتماعيه اللي تقدمها الدوله فلذلك غادي تلاحظ في هاد الولايات اللي هنايا هو انهم كاينين فيهم هي الجاليات مثلا العراقيين كلاجئين تيجيبوهم هنايا علاش لان اغلبيتهم ما تيبيش يخدموا تيقعد في الدار تيقبض البينيفيت تاع الفود ستام تاع تاعو الكاش تيعاون ليه الولاد فهمتي لاسيرونس هذاك الشيء يقدر تستافد من شي حوايج فيه ولكن احنا كنغربك قلت لك دائما عزيز عندنا انه نخدموا ونجمعوا الفلوس ونديروا هما تيجيو من العراق تيجيو هنا صافي هذه هي بلادهم ما يمكنش هو يرجع للعراق فهذوك البينيفيت يبقى خدام عليهم عايش عليهم واحد النهار يشد الجنسيه وغادي يتحاسبوا معاه غيقطعوا عليه بزاف الحوايج غادي يلقى راسو ضيع واحد 5 سنين فمن الاحسن من يجي الانسان لامريكا يخدم في ديك المدينه او الولايه اللي جا لها اول نهار عجبته فتبارك ما عجبته يتصبر واحد شويه حتى يتعلم البلاد ويعرف كيفاش يدخل ويخرج وكيفاش يقدم على خدمه وكيفاش يعرف كيفاش مثلا مشيت لولايه اخرى كيفاش نبدل لاسيرونس كيفاش نبدل الدرايفر لايسنس تاعي كيفاش فين نمشي نشري طوموبيل وراه كلشي ممكن ديرو غير بجوجل ويوتيوب تعلم راه ماشي ضروري لان الحياه راه الانترنت تعلم كاين حوايج اللي ممكن تستافد منهم مثلا كاين الناس اللي تيخبيو عليك كاين الناس اللي غادي يعاونوا في سبيل الله وفي الاخر تنتمنى ان هذه المعلومه تكون فاتكم شويه وكالعاده لو عندكم اي ملاحظات او اقتراحات او تساؤلات صيفطوا عليا ان شاء الله وراه كاين الفيسبوك تاعي وكاين التويتر تاعي وتواصلوا ان شاء الله يلا السلام عليكم في امان الله الله يعاونكم.